جزى الله دولة قطر الشقيقة على استضافتها إياه، وجد فيها حيث وجد فيها الملاذ الآمن، وجد فيها المنبر الذي من خلاله استطاع أن يبلغ دعوته وينشرها في العالمين، فجزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم، ورحم الله شيخنا العلامة وجزاه عن الأمة وعن المسلمين خير الجزاء، وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعوضنا وعوض الأمة الإسلامية فيه خيرا، وعوض الله أسرته وأهله فيه خيرا، ورزقهم الصبر ولا حرمهم الأجر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.